تتواصل أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية قهبونة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية. وفي إطار المتابعة الميدانية على بعض المشروعات، تم المرور على مستشفى قهبونة والذي تخطط نسب الإنجاز به 50%، بالإضافة لمجمع الخدمات الزراعية الذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 95%، ومجمع الخدمات الحكومية والذي وصلت معدلات الإنجاز به إلى نحو 98%.